هذه التعديلات التي سوف تناقش غدا بمشيئة الرحمن. هذا الأمر يعطيني إلى أن أنا أحدث زملاء الجدد، لما يكون المحاماة مهنة حر بتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، يبقى إذن لابد أن يكون زميلي المحامي زي القاضي ووكيل النيابة بالضبط، في مظهره وفي جوهره. لابد أن يكون في مظهره المظهر الذي يليق به باعتباره شريك للسلطة القضائية. يعني أنت النهاردة لما تخش النهاردة تحضر قدام وكيل نيابة أو قاضي، بتلاقيه إنه هو لابد إنه لابس الزي الرسمي، البدلة والكرافتة، وده الزي الرسمي للمحاماة. ما بتشوفش وكيل نيابة وأنت بتحضر قدامه إنه هو لا لابس تيشيرت ولا لابس حاجة تقلل من قيمته كأنه قاضي. فأنت زيك زي القاضي بالضبط، لابد إنك أنت تتسم بهذا المظهر، والمحامية أيضا تتسم بالمظهر اللائق. وكما إن للمحاماة مظهر وجوهر، لابد إن المحامي يتدرب في، زي ما زميلي قال وأكدوا، إن لابد أن يتدرب في مكاتب مشهود لها بأنها تعمل في المحاماة. لابد أن المحامي يهيئ لنفسه تهيئة لازم، لأنه سوف يقوم في يوم من الأيام حيكون هو مسؤول. النهاردة أنت النهاردة بتتدرب في مكتب، أو النهاردة بتتقدم إلى وظيفة شغال فيها محامي، لأن الضوابط التي وضعت في قانون المحاماة والتي أكد عليها مجلس النقابة أن لابد ما فيش حد حيجدد الكارنيه إلا ما يكون ممارسة للمهنة ممارسة فعلية. لما يمارس المهنة ممارسة فعلية لابد أنك أنت، أنا بقول لك من دلوقتي عشان لما تجيلي بعد سنة ولا سنتين تيجي جدك أنت تقول الله ده أنا ما اشتغلتش، لا، ده احنا من اول يوم بنقول لكم يا زملاء يا اعزاء لابد انك انتوا تمارسوا، سواء انك انت بتتدرب في مكتب محاماه، او انك انت توظفت بوظيفه محامي في احدى الهيئات اللي هم الشركات، اذا كانت شركات القطاع الخاص او شركات القطاع العام، انك انت لابد انك انت تكون شغال محامي. لان ما فيش حد مع التنقيه، ومع ان النقابه بقت سيدت على جدولها طبقا للتعديلات القانونيه اللي هي منظوره امام البرلمان، يبقى لابد انك انت تمارس اعمال المحاماه. هتيجي بعد سنتين تقول لي اصلا ما كنتش اعرف، لا، انا بقول لك من اول يوم لابد انك انت اعمال المحاماه. لما تروح تتدرب في مكتب عندي من اساتذه الكبار تقول لهم معلش لازم يعمل لك توكيل علشان لما تحضر عنه. لما تروح تشتغل في شركه، سواء شركه قطاع عام او شركه قطاع خاص، لابد اني رئيس القطاع القانوني هناك انه يعمل لك توكيل بصفته عن رئيس مجلس اداره الشركه، وتحضر في القضايا وتحضر في تحقيقات النيابه عن الشركه. ليه؟ لان حاجي لما تيجي تجدد هطالب اقول لك انت كنت فعلا بتمارس اعمال المحاماه ولا سبت اعمال المحاماه، وانك انت خدت الكارنيه. نقابه المحامين قفلت هذا الباب، المحاماه ونقابه المحامين للمحامين المشتغلين اشتغال فعلي. زملاء الأعزاء كل عام وحضركم بخير، وأنا طبعا سعيد بيكم.